أن نقول ليس فقط المرشح علي الخميس إنما النائب علي الخميس، وتقنية الهولوغرام التي تمكننا من تواجد النائب معنا في الاستوديو في هذه اللحظات لنبارك للفوز بالتأكيد بالمرتبة الأولى، وننتظر وإياه إعلان القاضي النتيجة الرسمية. ولكن هو أمامي الآن، أقول المرشح أو النائب كذلك علي الخميس، ألف ألف مبروك تبوئك هذا المقعد في مجلس الأمة، وأنت كذلك بانتظار القاضي أن يعلن النتيجة الرسمية. ولكن ماذا تقول لكل ناخبيك في الدائرة الثالثة، وما الذي إن شاء الله عندما تصل إلى المجلس أو تباشر عملك سيكون على قائمة أولوياتك؟ تفضل. الله يبارك فيكم. إن شاء الله إذا تحقق النجاح، أول شيء أشكر أنا أبناء وأهالي الدائرة الثالثة على هذه الثقة اللي أعطوني إياها. ألو، معك سعادة النائب علي الخميس. تفضل. أشكر أهالي الدائرة الثالثة كلهم، يعني بكل أطياف هذه الدائرة صراحة، يعني بوؤونا هذا المكان بأرقام يعني كبيرة جدا، تحملنا ثقل كبير يعني أكثر من ما هو النائب العادي يتحمله. يعني أمانة هذا البلد وأمانة همومهم وطموحاتهم راح نحملها بشكل إن شاء الله، إذا الله وفقنا وحزنا بعد إعلان القاضي على هذه العضوية، أن نكون على قدر الثقة اللي يعني منحونا إياها، لأن يعني في نظري أن الوطن مقبل على ملفات، مقبل على أمور كبيرة تحتاج ملفات. نعم. أن نفتحها ونبحث فيها ونضع يعني النقاط على الحروف يعني. وتحديدا فيما يتعلق بالاقتصاد في هذه المرحلة وفي هذه الفترة، ما هي أولوياتك عند دخول المجلس ما بعد إعلان القاضي النتيجة الرسمية؟ ونقدر نقول على جدول أعمالك ما هي أهم الأولويات والقضايا اللي إن شاء الله بإذن الله ستكون تحت المجهر فيما يخص عملك في البرلمان؟ يعني احنا طبعا في الحملة الانتخابية، أول شيء نشكر الناخبين في الدائرة أن تحملونا طول هذه الفترة وسمعوا أفكارنا وطروحاتنا، ونشكرهم على من فتح يعني بيوته ودواوينه والأماكن الخاصة فيهم لنا لنطرح ما هو يعني نطمح أن نحققه. وكان من أهم الأولويات اللي طرحناها في فترة الانتخابات هو الملف الأمني ومناقشة ما تم يعني في السنوات أو السنة الأخيرة من بعض الزعزعة الأمنية في البلد وظهور خلايا إرهابية وأعمال إرهابية وتخريبية. فنعتقد أن هذا ملف يعني يمس كثير من المواطنين بكل أطياف هذا البلد. ما نقبل مساس بأي شريحة أو أي طائفة، يعني هذا راح يكون من أهم الأولويات. ومن الأولويات اللي طرحناها أيضا ملف الاقتصادي والأزمة الاقتصادية اللي تمر فيها البلد حسب تصريحات بعض الوزراء. يعني أعتقد أن ملف الدعومات هذا ملف مهم يجب أن يعالج بشكل واضح، بشكل بكل شفافية. يعني نبي نكون يعني الحكومة واضحة برفع الدعومات بأي شكل حتى حيتم رفعها. احنا نعتقد أن أي شكل من الأشكال يجب أن لا يمس المواطن. ويجب إن كان يعني من الضرورة. سامعيني؟ نعم سامعينك سعادتنا، تفضل. اي يعني اعتقد ان يجب على الحكومه ان تشرح للمواطنين بشكل مهم ما هي الخطوه القادمه لهذه المرحله، وسوف نتصدى ان شاء الله اذا الله وفقنا لهذه يعني لهذا الملف بشكل كبير، ان لا يمس المواطن بشكل مباشر رفع الدعومات، لان اعتقد ان في هدر في المال العام في مراكز كبيره بالدوله، يعني آخرها يجب أن يكون المواطن هو من يساهم في دعم الميزانية. في الأولويات يجب أن يكون وقف الهدر في القطاعات الكبيرة وقطاعات أملاك الدولة والهدر من قبل يعني مؤسسات الدولة. كل الشكر لك سعادة النائب علي الخميس المرشح، ولكن النائب قريبا بعد إعلان القاضي النتيجة الرسمية، وكل التوفيق لك في هذه السنة التي ستكون فيها نائب في البرلمان. كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، كان معنا المرشح وقريبا النائب في مجلس الأمة علي الخميس. نحن فقط بانتظار أن يعلن القاضي النتيجة الرسمية.